طريقة تسريع الانترنت بطريقة سهلة جدا وبدون استخدام أي برنامج، سواء كان لديك واي فاي أو كان لديك كيبل الخاص بالأديسيل. حتى إن كنت تتوفر على واي فاي خاص بالجيران، يمكنك أن تقوم بتطبيق هذه الخاصية، وسوف تساعدك كثيرا على زيادة سرعة النت، وسوف تلاحظ فرق كبير جدا بين بداية الاستخدام الخاصية وعدم استخدامها. قبل أن نقوم بشرح التفاصيل، أدعوكم إخواني الكرام إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون بكل جديد القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية سوف نقوم بتشغيل هذا الموقع الخاص بقياس سرعة النت لديك. كما تلاحظون فالنت لدي بطيء نوعا ما، فإذا لاحظتم معي هنا سرعة النت لدي فهي نوعا ما بطيء. سوف نجرب هذه الخاصية. قبل ذلك أريد أن نقوم ببعض الأمور. مثلا هذا الفيديو، لاحظوا معي هنا سوف يشتغل معي، لكن سوف يتم انقطاع المشاهدة في الفيديو. عندما سوف نقوم بتجريب هذه الخاصية وهذه الطريقة الجديدة، سوف تلاحظون فرق كبير جدا بين استخدامها وبين عدم استخدامها، وسوف تلاحظون فرق كبير جدا في عملية التصفح وكذلك في عملية مشاهدة أفلام أو فيديوهات أو غيرها. كيف سوف نقوم بالأمر وكيف سوف نقوم بالتعديل على إعدادات الخاصة بالDNS الخاصة بالبروتوكول الخاص بالواي فاي؟ كما قلت طريقة سهلة جدا. أول شيء سوف نتوجه إلى الواي فاي الخاص بنا على هذا الشكل، ثم ننقر عليه بضغطة الزر الأيمن، ثم نختار Open Network and Setting Center، نقوم بالنقر عليه على هذا الشكل. سوف تنبثق معك هذه النافذة. أعتذر لكم إخواني الكرام، فأنا أستخدم اللغة الإنجليزية على حاسوبي، ربما سوف يتم عتابي من طرف بعض الأشخاص، لكن المهم سوف نشرح على قدر المستطاع. كما قلنا نذهب إلى الخيار الأول، كما تلاحظون Change Adapter Setting، نختار هذا الخيار. بعد ذلك سوف تظهر معك هنا كما قلت الشبكات أو الخاصة بالواي فاي أو الإعدادات الخاصة بالواي فاي كما تلاحظ معي هنا. جيد، بعد دخولك إلى إعدادات الشبكة مباشرة سوف نقوم هنا باختيار الشبكة التي نقوم بتصفحها. فمثلا أنا أو نختار الواي فاي كما تلاحظ معي، أو نختار إعدادات الخاصة بالشبكة التي نتصفحها. فمثلا أنا أشتغل بالواي فاي، سوف أختار هذا الخيار الخاص بالواي فاي، نقوم بنقر عليه ضغطة الزر الأيمن، ثم نختار هنا بروبوريتي على هذا الشكل. بعد ذلك سوف تنبثق معك هذه النافذة، تقوم بالنزول إلى الأسفل، سوف تجد هنا انترنت بروتوكول فيرسيون 4 كما تلاحظون بين قوسين TCP ثم سلاش ثم IPv4، تقوم بنقر عليه ضغطة بنقرتين. بعد ذلك سوف تأتي إلى الخيار الثاني الذي هو في الأسفل كما تلاحظ معي هنا الخاص بالDNS، تقوم هنا بوضع الأعداد التالية 8 8 8 ثم 8، نقوم بالنزول إلى الأسفل، كذلك نقوم باختيار 8 ثم 8 ثم بعد ذلك 4 4، هذا هو الاختلاف بينهما كما تلاحظون معي. تقوم بكتابة هذه الأعداد، ثم تختار هذا الخيار الخاص بفاليدي، ثم تختار أوكي، ثم أوكي مرة أخرى. بعد ذلك سوف تنبثق معك هذه النافذة، تقوم بعملية الفحص، ثم تنتظر ريتما تنتهي. كما تلاحظون تمت عملية بنجاح، تقوم بالنقل على كلوز، تقوم بالنقل عليه دبل كليك كما تلاحظ معي هنا. سوف تظهر معك هذه الخاصية بجنرال، نقوم بفتح هذه الخيار الخانة الثانية كما تلاحظ معي، سوف تظهر معك هذه الخانة خاصة بالدي ان اس سيرفيس. سوف نقوم هنا بكتابة بعض الأعداد هنا، تقوم بكتابة 8 ثم 8 ثم 8 ثم 8، نقوم بالنزول الأسفل، تقوم بكتابة 8 8 4 4 ثم تختار هذا الخيار. جيد، بعد ذلك تختار هنا أوكي، ثم تختار أوكي، ثم بعد ذلك سوف تنبثق معك هذه النافذة. سوف ننتظر لما يتم عملية الفحص أو عملية إعادة فحص الشبكات، ننتظر حتى تنتهي من العملية. جيد، الآن تم انتهاء العملية، نقوم بالنقر هنا على كلاوز، ثم نأتي إلى إذا كنت تستخدم كيبل أو تستخدم الأديسيل الخاص بك أو شيء من هذا القبيل، نفس الشيء سوف تقوم بتطبيق الأمر. نفس الشيء سوف تقوم بتطبيقه، كما قلت تقوم بتطبيق نفس الأمر على هذا الأخير. نقوم بالنزول إلى الأسفل 8 ثم 8 8 8 8 8 4 ثم 4
عفوا 8 هنا هنا 4. جيد، بعد ذلك نقوم باختيار هذا الخيار الذي هو Validate Setting، ثم نختار أوكي ثم أوكي، ثم ننتظر حتى ينتهي بنا عملية الفحص. كما قلت إخواني الكرام، أنا قمت بتجريب هذه الطريقة ونجحت معي، وكان هناك تصفح جيد للنت. أما بالنسبة للإخوة الذين قاموا بعملية تجريب الأمر، أطلب منكم أن تقوموا بمشاركة رأيكم في التعليقات حتى نؤكد للجميع باشتغال الخاصية. كما تلاحظون عملية التصفح وكذلك المشاهدة، سوف نقوم بمشاهدة فيديو معين من إحدى الفيديوهات وسوف نلاحظ الفرق الكبير. كما قلت سوف نختار مثلا هنا سرعة النت، كيف سوف تقوم كيف سوف تصبح سرعة النت. كما تلاحظون معي إخواني الكرام، سرعة النت أصبحت خيالية ورائعة جدا كما تلاحظون معي. كما قلت سوف نقوم بتجريب الأمر على إحدى فتح مواقع أو نقوم بتصفح فيديوهات أو شيء من هذا القبيل، وسوف تلاحظون الفرق الكبير بين المشاهدة في البداية وكذلك المشاهدة في قبل تجريب الخاصية. لاحظوا معي هنا بالنسبة للفيديوهات تشتغل بدون مشاكل، لاحظوا معي إخواني الكرام. كما تلاحظون الفيديوهات لا تنقطع ولا تقوم بعملية التقطيع أو شيء من هذا القبيل، حتى أن المواقع إذا قمت بتصفح مثلا سوف أقوم بتصفح موقع الخاص بي، وسوف تلاحظون الفرق الكبير بين تجريب العملية قبل تجريبها وكذلك بعد تجريب الأمر. كما تلاحظون إخواني الكرام فالطريقة رائعة جدا وكذلك بدون استخدام أي برنامج. أتمنى إخواني الكرام أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو وكذلك الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.